النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي هذا الظلم والتبلي والبهتان والافتراء والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان يجب حتى في ساعة الغضب يسأل الله تعالى أن يكون عادلا في ساعة الرضا والغضب، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. الإنسان يكون عادل ما يطيش. سبحان الله، قصة زينب أم المؤمنين في حادثة الإفك. زينب رضي الله عنها كانت يعني من أشد نساء النبي عليه الصلاة والسلام تنافس مع عائشة، يعني بينهم غيرة شديدة وبينهم صراع وبينهم يعني دائما متنافستان، يعني كفر سيرهان، في تنافس قوي وفي كلام أحيانا. لما جاءت حادثة الإفك، لما لاك المنافقون في عرض أم المؤمنين حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب وبقي يعني مهموما فترة من الزمن، راح إلى زينب على وجه التحديد. زينب لماذا؟ لأن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها المنافسة القوية لعائشة، واللي دائما هي بينها وبين عائشة مشاكل، يعني بسبب الغيرة، وحق لهن يعني الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى إلى زينب وقال: ما تقولين في عائشة؟ لأن خلاص انتشر الخبر، أصبح رأي عام. فقال: ما تقولين في عائشة؟ شوف زينب سبحان الله العظيم ماذا قالت. قالت: والله يا رسول الله أصون سمعي ولساني، والله ما علمت عنها إلا خيرا. تقول عائشة: أما زينب فمنعها الورع، خافت الله سبحانه وتعالى، ولا كان فرصة لتصفية الحسابات، فرصة للانتقام، فرصة لأني أنا جاءتني على طبق من ذهب كما يقولون، لكن مخافة الله اللي في قلبها منعتها. كيف الآن بعض الناس مجرد مشكلة بينه وبين الآخرين يذهب والعياذ بالله إلى أقصى نقطة ويفتري الكذب ويختلق التهم على الناس سواء ذكور أو إناث.